سبتني الحلوة لبنية ولا خلت عقل غية سبتني الحلوة لبنية ولا خلت عقل غية بحني حني علي اروح اقلك على الهوس قل لك ما تبيني الا فاقط عن الجوع ايش مالك ويا الكاشخ انا لو انت كاشخ الف مرة قلت لك لا تقول ليش ها قلت لك انت غبي الوادم قام يدور مظاهر يا علاوي اي وانت كاشخ اسعى عند الوادم ها شلون اقول لك خالص صدق انا هم تذكرت ها هاي الوادم داق قصور والدنيا محترقة بالفيس وباليوتيوب وين ما تحط راسك ببرنامج تلقى مرشح شنو الفيلم اوه تقصد على دعايات انتخابية اي تفتهمني علاوي انت غبي شلون اوصل لك الفكرة شلون اوصل لك الفكرة شلون ها أيه؟ تذكر من شفت بسالة زاي اتذكر شو وعدتك من تنجح قلت له اجيب لك حذاء هاي ام الالوان عافيه وقلت له اجيب لك قاط ايه؟ وباسكل وطوبه ايش حصلت من وراي بس الكف خلط تحت الحظ كش ما هاي دعايات علاوي ها يعني ايش الدعايه الانتخابيه ايه كش ما تحصل خل 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 اكو مره طلبت قلت لك لا لا خير خومكش بس قل لي اي بس قل لي المره سوليها كذا القلم كذا القلم شد اكلك تعال 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 خط لي خطين بالطول الظهري ولك ملاعدك بسرعه بسرعه خط لي خط لي خط لي اي 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 بعدين ايه بعدين بالارض بعدين وخلص بسرعه ولك محلقوه هيك بعدين خطيتين رقمهم رقمهم رقم الخلف فدوه بسرعه رقمهم بس اربعه أي خمسه ايه. بسرعه سته سبعه ثمانيه وهذا قلقتنا علاوي شنو هاي ايش قصارا ما هي تسعه تسعه ايه. حكني رقم سبعه هو اللي حكني فدوه بسرعه حكني ها حكني حكني رقم سبعه حكني رقم سبعه حكني اي 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 ورقم تسعه ما يحكني بس سبعه يا غبي والله العظيم ليش حاك ظهرك كله يا علاوي انزل حكيت رقم سبعه في دور احنا والله علاوي سوالف عدك ما انزل الله بها من سلطان يا الف رحمه على والدك سهل على يما يا يما يا يما يا يما يما على والديك السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم شباب؟ الله حياك الله. بلا زحمه جاي اسال على ابو علي الكهربائي. يا هو ابو علي الكهربائي. ابو علي شايفه تعرفه؟ لا لا ما اعرفه. وانت ايش رايد منه؟ هيك عندي ديوانيه بها طبق وقالوا لي هنا أنا هو موجود بهاي المنطقه. رحمه الله على والديك. الله هذا فايخ والله يا بين حلق. تدري يصير كهربائي شنو؟ شنو قبل علاوي شو رايد؟ حاله بالي. شباب تندلونه؟ اي وصلت وصلت. الله يحفظك وين بيتهم؟ مو بعينك هذا ابو علي الكهربائي هذا ابو علي ايه وانا من الصبح لهسه دوا ايه وصلت وصلت عمو وصلت الله يحفظك يا ابو علي عندي بس ديوانيه بها طبق لا مراوح تشتغل لا قلوبات عبالي عندك مدرسه عماره عبالي لا ديوانيه يا ابو علي ما اشتغل ما اشتغل سويها لله لا ما اشتغل رحمه الله على والديك صار لي يومين طافي الكهربائي كيفك ما اشتغل هذا لا خطيه اشتغل رحمه الله على والديك زين عم احنا نروح وياك بس بشرط انا خادم كل شروطك موافق عليها درنا فيش عندك دار نفيس اي موجود سهله هاي درج درج ايه هم سهله موجود عندي بالبيت كتر بالرغ ادري انت غير كهربائي زين خلط عندك كهربائي هذا ابو علي شنو لا من علو يجاوبك يجاوبك هاي نكت نكت لان كلهن موجودات يلا توكل صعب لا وقف وقف عندنا بعد شروط اي شروط قول بخدمتك احنا بعدنا ما مطرقين تاخذ عيوني وبعد شغله الريد ايه ايش رايد لنا قوع شاي صدق كذب موجود وخاله ما يشتغل الا نرجيله نرجيله اي يلا هم القهوه قريبه علي اجيب لنا نرجيله شنو نرجيلته دخل النعناع بخدمتك انا يلا صعدوا نعم منك يلا توكلوا علاوي يلا يلا توكلوا يا الله علاوي انت شنو عندك خشفتك وياك هذا بيت دخان عطبه علاوي علاوي احترقني عطبه يا بدك جيب 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 من ورا النارجيله تعطي ماشي له علاقه الله جاب لنا خبيزه علاوي علاوي وقف علاوي احمر ايه يعني توقف ساره خوش اخضر يعني تمشي ساره خوش ازرق شنو هو؟ الازرق يعني الدنيا مغيمه والله تفتهمت ايه علاوي لازم القلع طلع علاوي تلقاه تلقاه علاوي ما يعطيني هذه هدوم هاي لهدومك؟ ايش كبر هاي انت بعد علي ما قاعد بالايجار علاوي وقول خالك وايبتين لقيت العطر علاوي هذا الواير فالت لازم بيصير تندلف اعطيني كتر علاوي لا اعطيني دلف ايش علاوي لا اعطيني كتر علاوي يلا اعطيني اعطيني علاوي يلا اعطيني علاوي اعطيني ها علاوي كبيتي يا بلا مو هذا الحال انت ليت؟ انت؟ ها ها ها
متت هسه ارتاح حلوانك من ما تخرج. قوم خارج دقوم يلا الخشبة يلا الخشبة حلو ياك. ها هسه 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 ها اشتغلت. ها هسه جا 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 حار بارك جاي يسوي حماد حار ما بارك حار بارك حار بارك يلا قوم قوم يعني لقى العطل؟ لقاه شنو ايش على بالك؟ واير مقطوع هاي عيونه ايش فيها؟ يركز 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 من وايره اي 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 عاش ايدك والله بشر حجي بشر لقيت العطل؟ لا ان شاء الله لقينا حجي بعد ان شاء الله يا الله انت ضروري ديوانيه تنزل حجي صار لي يومين انا علي من ادور عليه غير علي مود تصلح صديق كذيب حجي انا قلت لك صوت مو صوت ديوانيه هاي الواحد جايب عندك شنو هذا؟ هذا احسن نوعيه سعودي شنو هو؟ سعودي احسن نوعيه مشتري من السوق حجي والمروحه هو هذا المروحه اردنيه هو هذا الخراب علاوي شو الخراب؟ انا اقول لك هاي العلاوي جابه شو العلاوي؟ هذا بعلاوي طلع عقلي ما يصير تخلي دولتين نفس الديوانيه صدق كذي يضحكون علي انتم؟ قلت لك ابن اختي اثنين والله افتهم هاي شنو هاي؟ حجي رحمة لوالديك صلح لي الديوانية لو لا ما يصير هيك شنو سعودي شنو ايش اسمه شتري شحط شحط خالد جيب لك واير عراقي حطه بالديوانية عم حط لك واير عراقي الصناعة العراقية ما تحتاج عندها وليدي انت تغلي حجي هو وينك صناعة عراقية هي ظل الصناعة ظل الزراعة وينك ويش حجي حجي صديق كذيب ماكو حجي احنا بلد كل شيء ما بيه احنا نظل على ابو القالة احسن مني انت صدق تحكي يا صناعة كيفك اذا في ديوانيتك تشتغل وكهرباتك تشتغل اشتغل اشتغل العراق احسن لك روح شغل ايش شغل هسه سواها؟ هسه سواها لك بس هي ترى عمرها مو طويل يعني إيه اذا مو واير عراقي عمرها مو طويل روح شغل واشتغل لا لا راح اشغل واشوف شغل هسه كله شغال شغل المروحه شغل المروحه ولا شغل المروحه شغل المروحه ها اشتغلت الاضويه ماكو فرق شغل الاضويه شنو هاي شغلت الاضويه اشتغلت المروحه ماكو فرق اهم شيء اشتغلت يا اخي السبلت السبلت يشتغل السبلت ما لك علاقه اشتغل شغله؟ شغله انت اهم شكلي يشتغل ولدي شغلت السبلت كلها طفت هو هذا الزين هو احسن اشتغلنا نفس الشيء اشتغلنا اقول لك انتم الظاهر تضحكون علي لا عمي ماكو هيك حكي انتم تضحكون على الناس احنا خويا شغلنا لك اياها خويا طين حسابك قصتك يلا يلا حسابنا حسابنا حسابك مالك ايش شغلنا لك اياها صقت الديوانيه شطي شغلناها وحالها صقت عيون قلبك خالد هاي عيون قلبك شوف والله ذب عليكم انا روح الكهربائي ومسوي روحه كهربائي ذب عليكم والله ذب عليه اي طلب فلوسنا يلا كيف شغلك انا احسن لي حسابنا كامل خالد عيونك شنو كامل شنو بكيف انا شطيك لا يوميه كامله يلا عيوني ما راح تنفع خالص شنو يوميتك؟ طلع 50 الله يكرمك والله العظيم ما تتهنون بيها ما تتهنى بيها حبيبي حمودي عم ليش داعي علاوي بعد قلبه الله يحفظك 55 اي اي يا خبرك عليوي اي نشتغل ماي وجزرات تشتغل انت غير ماي اي كهرباء ماي يبي وجزر ماي يونيت ولا ما لك شغل عليهم اي 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 هسه نشتغل جاينك جاينك عم قلت جاينك بالطريق جاينك يلا جاينك بالطريق حبيبي 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 خلي وصلنا وصلنا ما ادري حلوه مال حمودي يلا الكتر ناخذ حتى حلوه مال حمودي علوي ودرنا فيس في دنه عرفه حموده صاحبي خلي خذنا خذنا